فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في ليلة العيد عيد الفطر يكثر تجمع من ظاهرهم الفقر عند محلات بيع المواد الغذائية، فإذا اشتريت زكاة فطر فهل تبرأ ذمتي بدفعها إلى هؤلاء؟ نعم، إذا لم تعلم أنهم، إذا علمت أنهم ليسوا بحاجة فلا تجزي، أما إذا لم تعلم تبني على الظاهر وإثمهم عليهم. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا علمت أنهم يقومون ببيعها مباشرة بعد استلامها مني، ما عليك منهم، المهم يأخذوها لحاجة يتصرفون فيها، يأكلون يبيعون يهدون مثلا. نعم.